الإدارة وطالب محمد عيسى وطالب السلطة العليا وطالب الإدارة هني يشوفون حل مع الجنت المعاونين. شغل إيه، فأنا طالب أنهم يشوفون حل مع معاونين الجنت. إيش رأيك يا مخلد؟ كلام زي الصح. والله معاونين الجنتل كلام زي الصح. كل من أخذ جنتل لازم يشوف نفسه ويأخذ عضلاته. أنت لا تفهمها زي كذا. ها شوف يا أخي، الواحد إذا لازم يكون له إيش، يكون له هيبة. صح. لما لو يخلي الوضع سبهلة له كان العالم كله بهم دجوا. كم الحين يضربون ويمدون يدهم علينا ويتهاوشون معنا. من حقهم. ها؟ من حقهم. يا رب يا رب إني أجي جنتل يوم من الأيام يا رب. ادعي دمعي قل لي ارفع يا رب إني أجي يوم بجنتل. أتخيل أجي يوم في جنتل يا رب ما يجي يا رب. تدري شو بسوي؟ يا رب ما يجي. تدري شو بسوي؟ إيه؟ بتضارب معهم كل يوم. مع من؟ بحط جدول مع كل الشباب. من الكبار ومن اصغرهم بتضارب انا وياه بضربه. يا ولد انت مريض انت. ليه؟ انت صاحي انت. ليه؟ تقوم ضد العالم كله ما انت سهران. انا عشان الحين جنتل انا. جنتل ولا ما بجنتل؟ الجنتل طلق لدوبك دوب. يا ولد الجنتل غير. خل ما راح وما جاء. الجنتل الحين غير. هذه الجنتل وش فايدتها الحين؟ ايوه تقدر تمد يدك وتعبر. لا ما تمد يدك. ما اللي يقولك من؟ انا اقول. انا معاون جنتل تو مد يدك. هذا معاون جنتل. لانك انت اعطيته وجه. لو انت وقفت عند حد الصحيح كان ما تمادى معك بالله. نقوم تهاوش معه؟ لا. ها؟ لا يعني نضربه؟ لا. ها تقول ميدا اسف؟ اقول اسف كذا.